عند دخولكم إلى مطعم تكثر فيه روائح الطعام تشمون فورا روائح في الداخل، لكن بعد فترة قصيرة تختفي هذه الروائح. وسبب هذا تدخل ما يسمى بآلية انسجام، التكيف مع المحيط، عدم ضيقنا بالروائح التي نشمها دائما وقدرتنا على شم الروائح الجديدة تحدث بفضل هذه الآلية. والطرف المعجز الآخر لشم الرائحة هو ذاكرة الرائحة. تنقل كل الروائح التي نشمها إلى الأرشيف في ذاكرة الرائحة الموجودة في دماغنا مع تشفيرها الخاص. وعندما نقابل رائحة يحلل دماغنا هذه الرائحة باللجوء إلى الأرشيف. أما الرائحة التي نشمها أول مرة وليس في دماغنا معلومة سابقة عنها تحلل بالمقارنة مع الروائح الأخرى المؤرشفة. المعلومات المتعلقة بالروائح باقية أكثر من المعلومات المرئية والسمعية، وهذا هو السبب في شعورنا بالانتعاش في بعض اللحظات عند سماعنا لذكر رائحة ما. الحيوانات خلقت على أنسب نظام للشم مع البيئة التي تعيش فيها. حاسة الشم عند الكلاب التي تملك أنوفا حساسة جدا تجاه الروائح تفوق حاسة الشم لدى الإنسان بمليون ضعف. بناء عليه فالكلاب تشم حتى الكميات الصغيرة جدا من الروائح في الهواء بكل سهولة، تقوم بأعمال لا يستطيع الإنسان والأجهزة المتطورة القيام بها. يستفاد من هذه الميزات الفائقة للكلاب في الكشف عن مكان وجود المخدرات والمواد المهربة والقبض على المجرمين والوصول إلى الناس المفقودين والمصابين نتيجة الكوارث الطبيعية. الكائن الآخر الذي يحمل حاسة شم فائقة ولها أهمية حياتية بالنسبة له هو سمك السلمون. تخرج صغار السلمون من البيض في الماء الجاري أواخر أشهر الشتاء. بعد خروجها من البيض مباشرة وبعد بقائها في المياه الجارية عدة سنوات تهاجر نحو المحيط. رحلتها ليست بالسهولة التي نتصورها. يقوم السلمون البالغ في البحار المفتوحة برحلة تحير الإنسان. هذه الرحلة هي باتجاه المكان الذي خرجت فيه من البيض، والغاية من ذلك هي أن تترك بيوضها هي أيضا في ذلك المكان الذي ولدت فيه. ليس لدى أسماك السلمون في هذه الرحلة الطويلة والشاقة أجهزة تساعدها على تعيين الجهة. رغم هذا فهي تستدل على مصب النهر بسهولة وتختار الرافد الذي يوصلها إلى المكان الذي ولدت فيه من بين روافد النهر الكثيرة دون أي خطأ. تفعل ذلك لأنها تمتلك حاسة شم رائعة تعمل مثل آلة البوصلة. حاسة الشم باختصار ترشد السلمون إلى الطريق في رحلتها الطويلة البالغة آلاف الكيلومترات.
كائن آخر نبهنا الله إليه، إنه البعوضة. لنمو بويضة أنثى البعوضة تحتاج إلى الدم. تتعرف على منبع الدم عن طريق الرائحة. حواس الشم لديها حساسة جدا، تحدد بواسطتها المواد الكيميائية المنتشرة في الهواء من جسم الإنسان، فتحدد بسهولة فائقة منبع الرائحة البعيدة لمسافة كيلومترات عديدة. أخبرنا الله عز وجل في القرآن الكريم أن البعوضة نموذج لخلق عظيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. طورت في العصر الحديث أجهزة كهربائية ضد المخاطر بالاستفادة من حاسة الشم للتحذير من الحريق وتسرب الغاز. واستلهم تصميم هذه الأجهزة من حاسة الشم في أنف الإنسان. أحد هذه الأجهزة جهاز كشف الحريق. هذه الأجهزة عندما تتحسس الدخان تعطي إنذارا. قسم الاستقبال داخل الجهاز يشبه الخلايا المتلقية للرائحة في أنف الإنسان، لكن النظام في الخلايا المتلقية للرائحة معقد أكثر من جهاز كشف الحريق بكثير. جهاز آخر استوحي من حاسة الشم للإنسان هو الأنف الكهربائي. خرجت هذه الموديلات المطورة بالاستفادة من الخلق الرائع لأنف الإنسان وسميت بالأنف الكهربائي. الأنوف الكهربائية تستخدم في البداية في مجالات مختلفة من بينها الغذاء، وتستخدم أيضا في صناعة العطر وفي الطب وفي الصناعات الكيميائية. رغم كل هذه الأجهزة المتطورة والمعقدة، فقد أجمع العلماء بكل وضوح أن حاسة الشم في خلايا الأنف لا مثيل لها. نظام شم الرائحة من أدلة خلق الله تعالى الذي هو بالناس رؤوف رحيم، ومنح هذا النظام لكل الكائنات الحية نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، فله الحمد.